ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع وبمناسبة اليوم الدولي للتعليم، فقد هنأ المجلس أبناء الوطن من الكوادر التعليمية منوها بالجهود الطيبة التي يطلعون بها في تعزيز مسارات تطوير التعليم ومخرجاته، بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. بعد ذلك أعرب المجلس عن خالص تهانيه بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، معربا عن تمنياته الطيبة للحكومة الكويتية بدوام التوفيق والسداد في خدمة دولة الكويت تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. بعدها قرر المجلس ما يلي: أولا، الموافقة على المذكرات التالية: مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل البند 22 من الجدول المرفق للقرار الصادر في عام 2014 بشأن خدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون الشباب ووزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الشقيقة لتدشين المجلس الشبابي المصري البحريني، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بشأن التعاون في مجال شؤون الشباب، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراحين برغبة مقدمان من مجلس النواب. ثم استعرض المجلس المذكرتين التاليتين: مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع والبنية التحتية حول نتائج أداء تنفيذي مشاريع قطاعات الطرق والصرف الصحي وإنشاء وصيانة المباني الحكومية للعام 2023، مذكرة سعادة وزير الأشغال حول سير أعمال مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لعام 2023 وما تحقق على صعيد تنفيذ الأهداف والخطط الموضوعة للمجلس.
بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقرير الوزاري بشأن الزيارة الرسمية التي قام بها معالي وزير الداخلية إلى جمهورية النمسا الصديقة.